بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي ال 25 اكت اللي في شابتر الريجولاتوري. الاكتس مش مهمه قوي، بس خلينا نعرفهم. في حاجات مهمه في وسط الكلام هقول لكم عليها برضو. اولا الاكتس كلها تعتبر الكلام عليها قليل قوي، باستثناء 3 اكتس هي اللي هنطول شويه في الكلام فيهم، اللي هو الاكت 18 والاكت 23 والاكت 25. دول بس هنطول شويه في الكلام. باقي الحاجات من اسم الاكت نفسه هتقدر تستنتج هو بيتكلم عن ايه. اول اكت ذا دراج امبورتيشن اكت، من اسمه مسؤول عن الاستيراد. هتسال نفسك استيراد ايه؟ استيراد حاجتين، الادويه الانسيف والادويه المغشوشه. يبقى هو هيعمل ايه؟ هيعمل بروهيبيشن، هيمنع استيراد الادويه المغشوشه والادويه الانسيف او دخولها عن طريق المواني او المطارات اللي هي الكي بورتس اوف انتري. تمام، يبقى ده اللي مسؤول عنه الدراج امبورتيشن اكت، من اسمه عرفنا هو بتاع ايه. تاني اكت ذا بايولوجيك كنترول اكت، برضو من اسمه هو بيتكلم عن البايولوجيكس مينلي، بيتكلم في حاجتين في البايولوجيك. اول حاجه ان الشركات اللي بتصنع البايولوجيكس يعني بتعمل مانيفاكتشرنج للبايولوجيكس او اللي بتبيعها يعني بتعمل سيلنج للبايولوجيكس لازم تاخد رخصه سنويه علشان تقدر تصنع وتقدر تبيع البايولوجيكس. تاني حاجه اهتمت بالمعامل اللي بتصنع البايولوجيكس، قالت ان المعامل دي هيحصل عليها تفتيشات دوريه عشان تتاكد من البيوريتي والبوتنسي بتاعه البايولوجيكس، زائد ان هي تتاكد من الميجرز الهايجينيك يعني القواعد العامه للنظافه في اللابس دي. ودي كانت النواه الاساسيه اللي طلعت منها ال NIH او National Institute of Health، يعني البريكيرسر اوف ذا NIH. يبقى البايولوجيكس اتكلمنا في حاجتين، الرخصه السنويه لاي حد يصنع او يبيع البايولوجيكس، زائد البيوريتي والبوتنسي اللي هنعمل عليها ريجولار انسبكشنز لللابس اللي بتصنع البايولوجيكس دي عشان نتاكد ان القواعد العامه للنظافه متحققه في اللابس دي. وهي دي كانت النوايا اللي طلع منها ال NIH. ثالث قانون هو ذا بيور فود اند دراج اكت، ومن اسمه يعني بيهتم بالدراجز وبالفودز، وهو اللي ابتدى يوضع الستاندردز الاساسيه اللي هنمشي عليها في كل دراجز. الستاندرد دي او الاوفيشال ستاندردز دي سموها بعد كده اليو اس اي فارماكوبيا اند ناشونال فورمولاري، يعني اليو اس بي ان اف. الاختصار ده مهم جدا بيجي في الامتحان، بيقول لك ان اليو اس بي والناشونال فورمولاري دي المسؤوله عن الاوفيشال ستاندردز الخاصه بكل الادويه. يعني مثلا الدواء ده المفروض يكون بيور، المفروض يكون سيف، المفروض يكون افكتيف، وهكذا. هي مجموعه ستاندردز خاصه وثابته في كل الادويه علشان لازم تتحقق وفقا لليو اس بي والناشونال فورمولاري دي. يبقى ذا بيور فود اند دراج اكت هو اللي عرف الناشونال فورمولاري واليو اس بي دي، زائد ان هو قال لازم تحط ليبل على الادويه القابله للادكشن والادويه الدينجرس. يعني مثلا دلوقتي اكتشفوا ان البريجابالين ممكن يكون ادكتيف سابستنس، فعشان كده لازم يتحط عليه ليبل خاص عليه، زائد الادويه الدينجرس زي الصبغات مثلا والاشعاع وهكذا لازم يتحط سبيشال ليبل عليه. ومنعت الانترستيت كوميرس، يعني التجاره اللي ما بين ستيتس امريكا، التجاره في الادويه سواء كانت الادلتريتد يعني المغشوشه والميس براندد. ما ينفعش يبقى في تجاره ما بين الستيتس. يعني اول اكت ده الامبورتيشن ات كي بورتس اوف انتري، يعني دخولها امريكا اصلا، انما البيور فود اند دراج اكت اهتم بالانتر ستيت كوميرس ما بين الستيتس وبعضها. تمام، عشان تعرف الفرق برضو. وهي اللي وضعت ستاندردز اليو اس بي والناشونال فورمولاري، وعملت طلبت ان يتعمل سبيشال ليبل على الدينجرس والادكتيف سبستنسز. رابع قانون ذا فود اند دراج اند كوزماتكس اكت اهتم بايه؟ اهم حاجه ان الشركات تثبت ان الدواء او الكوزماتيك او الفود اللي بتطلعه دوت سيف قبل ما يحصل له ماركتنج. يبقى تو انشور سيفتي قبل ما يحصل له ماركتنج. مين اللي مسؤول عن ماركتنج؟ المسؤول عن الماركتنج هو الفيدرال تريد كوميشن، وكذلك على فكره الاف دي اي برضه مسؤوله عن ماركتنج الادويه. يبقى الفيدرال تريد كوميشن والاف دي اي اللي هي لجنه التجاره الدوليه وكذلك الاف دي اي هم اللي مسؤولين عن الدراج ادفرتايزنج. اي حد عايز يعمل ادفرتايزمنت لدواء لازم يرجع للفيدرال تريد كوميشن ويرجع للاف دي اي علشان يبتدي يعمل له ادفرتايزنج. ليه الكلام ده؟ لان شعار الفيدرال تريد كوميشن دي بروتكتنج امريكاز كونسيومر، هي اخذت هذا الشعار قالت احنا هنحمي الكونسيومرز ومش هنسمح باي ادفرتايزمنت تتعمل للكونسيومرز بدون ما تعدي علينا ونوافق عليها. تمام، زائد ان هي برضو قالت ان احنا بنعترف في اليو اس بي والناشونال فورمولاري، هم دول الاوفيشال ستاندردز بتوع اي دراج.
تمام. الاكت اللي بعده هو الدرهام هامفري، وده مش هتعرفه من اسمه، لازم تبقى عارف هو عباره ايه. هو بيفرق لك ما بين البريسكريبشن والنون بريسكريبشن دراجز، يعني الاو تي سي والنون او تي سي دراجز، تمام. الكيفافور هاريس، على فكره التو اكس دول مهمين. الكيفافور هاريس ده قال ان لازم اي شركه دواء تثبت الافكاسي والسيفتي بتاعت الدواء قبل ما يحصل له ماركتنج، زائد ان هي قالت لازم تحصلوا على informed consent من الريسيرش سبجكتس قبل ما تشتغل عليهم اي تجربه، يعني بتسبورت الاي ار بي واللي بتعمله الاي ار بي، تمام. ده الكيفافور هاريس. زائد ان هو قال ان لازم يحصل regulations للادفيرتايزمنت بتاعه البريسكريبشن دراجز اكوردنج للاف دي اي regulations. لسه قايله لكم من شويه ان الفيدرال تريد كوميشن هي والاف دي اي هم اللي مسؤولين عن ادفيرتايزنج الدواء، فهنا الكيفافور هاريس قال ان الاف دي اي هي اللي هتعمل regulation للادفيرتايزنج بتاع البريسكريبشن دراجز وتتاكد من الجود مانيفاكتشرنج بروسيس اللي هي جي ام بي، ان الدواء بيتم تصنيعه بناء على الاوفيشال ستاندردز اللي محددها الاف دي اي، تمام. يبقى الكيفافور خليك فاكر كده ان هو بيسبورت الاي ار بي واللي بتعمله الاي ار بي، لازم الدواء يكون ايفكتيف وسيف ونحصل على انفورمد كونسنت من الريسيرش سبجكت، زائد ان هي اعترفت بالاف دي اي هي اللي مسؤوله عن الادفيرتايزنج بتاع البريسكريبشن دراجز وبتتاكد من الجي ام بي بتاع الدراجز اللي هو الجود مانيفاكتشرنج براكتس، تمام. سابع قانون هو الكومبريهنسيف دراج ابيوز بريفنشن كنترول اكت، ومن اسمه هو مسؤول عن الكنترولد سبستانسز، وليه اسم تاني كنترولد سبستانس اكت. يبقى الكومبريهنسيف دراج ابيوز بريفنشن اند كنترول اكت ليه اسم تاني هو كنترولد سبستانس اكت، هو اللي قال ان الدي اي والاف دي اي هم اللي هيعملوا ريجوليشن للمانيفاكتشرنج لتصنيع وتقسيم الادويه الادمانيه كجداول، جدول الاول وجدول التاني وجدول التالت، مين مسؤول عن ده؟ الدي اي والاف دي اي، ومسؤولة عن استيراد وتوزيع الكنترولد سبستانسز. يبقى كده الاف دي اي والدي اي اي القانون ده قال هما اللي هيزبطوا القصة دي كلها من اول التصنيع للتصنيف للتوزيع للامبورتيشن وهكذا، كل حاجة خاصة بالسبستانس او الكنترولد سبستانسز، تمام. الاكت اللي بعده هو الاورفان دراج اكت، وده خاص بالاورفان دراجز. يعني ايه اورفان دراج؟ يعني دواء يتيم. يعني ايه برضو؟ يعني بيعالج عدد من المرضى متواجدين في اليو اس اي اقل من 200,000 مريض. يعني ايه اللي يشجع شركه ان هي تصنع دواء لعدد مرضى اقل من 200,000 ديزي 1000 بيشنت في امراض زي الويلسون ديزيز مثلا، مش بيصيب ناس كتير في الدنيا، فعشان كده ايه اللي هيشجعهم؟ ابتدت الدوله تدي انسنتيفز، يعني تاكس انسنتيفز، يعني معونات وهبات ومنح للشركات دي علشان الشركه اللي تصنع ده هتاخد المنح دي، فده الحافز اللي ادته الدوله للشركات دي عشان تصنع الادويه الخاصه بالمرضى الرير دول. اكزامبل على دواء منهم السابوكسون. السابوكسون اخدناه في الاوبيويد ديبندنس، كان كومباينيشن من البيبرينورفين والنالوكزون. طبعا يعتبر الاوبيويد ويدرول سيندروم دوت والمينتنس بتاعه مش حاجه كومن قوي علشان يطلع لها دراج، فتعتبر من الحاجات الرير، فعشان كده يستحق اللي هيصنعه ان هو ياخد تاكس انسنتيفز. كمان ادت ميزه اضافيه ان فوق البيتنسي بتاعه الدواء اللي هي ال 20 سنه الطبيعيه، اي دواء هياخد بيتنسي للشركه المصنعه للمولكيول بتاعه 20 سنه، كمان هياخد اكسترا 7 سنين اضافيه فوق ال 20 سنه علشان هو بيصنعه الرير ديزيز. يبقى ادت لهم حاجتين، تاكس انسنتيفز وبلس 7 ييرز فوق ال 20 سنه البيتنسي الطبيعيه، تمام. الاكت اللي بعده هو دراج برايس كومبيتيشن اند بيتنت تيرم ريستوريشن اكت، وليه اسم تاني هو الهاتش واكسمان، وده اللي بيجي بيه، ده اللي مسؤول من اسمه كده هاتش واكسمان، يعني حاجه تفقس، يعني البراند يفقس جينيريك، فهي مسؤوله عن الجينيريك دراجز والباسوي اللي بتمشي جينيريك دراجز عشان تتصنع، اللي هو الابريفييتد ريجولاتوري باسوي. القانون ده قديم جدا، اتعمل سنه 1984، وكان بيقول ان لو دواء جديد الشركه اللي هتصنعه هتاخد بيتنسي من 4 لـ5 سنين، ولو كان نيو انديكيشن هتاخد 3 سنين. طبعا الارقام دي مش صح دلوقتي، دلوقتي ان الارقام الطبيعيه ان الشركه المصنعه هتاخد 20 سنه بيتنسي، ولو هي قررت تصنع جينيريك للدواء بتاعها دوت هيبقى اسمه اوثورايزد جينيريك، هياخد 180 يوم اكسكلوسيفيتي برضو في الماركت. يبقى الارقام الحاليه 20 و180، 20 سنه و180 يوم لو هتصنع اوثورايزد جينيريك، انما 4 و5 سنين و3 سنين دي كانت زمان في الهاتش واكسمان اكت، ما اظنش يجيبها تاني لانه كلام قديم يعتبر.
الاكت العاشر هو الفود اند دراج ادمنستريشن اكت، وده اللي اعترف بالاف دي اي كايجنسي تابعه لوزاره الصحه. يعني اول قانون يقول ان الاف دي اي دي المفروض تكون تابعه لوزاره الصحه اللي هي الدي اتش اتش اس. القانون اللي بعده البدوفه، والبدوفه مهم قوي تعرف ان هو اتعمل سنه 1992، لان السنه فيه مهمه، اسمه ذا بريسكريبشن دراج يوزر في اكت. ده بيقول ايه؟ بيقول ان اي شركه بتفكر ان هي تصنع دواء او بايولوجيك او ميديكال ديفايس بتتقدم بابليكيشن، تقول ان احنا هنصنع الدواء الجديد دوت. الابليكيشن ده بيدفعوا فيه فيز، هي دي الفيز اللي اتعمل عليها القانون ده، هيتحدد فيها الفيز دي قد ايه. الاكت ده مهم قوي تحفظ السنه فيه زي ما قلنا، يعني 1992 مهمه ليه؟ لان الاكت ده بيحصل له ري اوثرايزيشن وبيتصدق عليه كل 5 سنين، يعني سنه 1997 2002 2007 2012 2017 كل 5 سنين بيتصدق عليه وبيتم تحديث الفيز وهكذا، علشان الشركات كل سنه طبعا الدنيا بتتغير والحاجه بتغلى، فهما بيخليهم يدفعوا فيز اكتر بتجديد الاكت ده. تمام. الاكت رقم 12 ذا دايتري سبلمنت هيلث اند ايديوكيشن، مهتم بالدايتري سبلمنت بشكل عام والنيوتريشنال سبلمنتس والفيتامينز، كل الريجوليشنز بتاعتها خاصه بالاكت ده. الاكت اللي بعده ذا اف دي اي مودرنايزيشن اكت، الاكت ده مهم طبعا، مهتم بتبسيط البحث العلمي. يعني ايه؟ بيعمل ستريم لاينز للكلينيكال ريسيرش اون دراجز اند ديفايسز، بيبسط البحث العلمي سواء كان على دراجز او على ديفايسز، زائد ان هو بيهتم بالبيدياتريك دراجز وبيعمل لها exclusive provision. يعني ايه exclusive provision؟ الفكرة هنا ان معظم الدراجز بتتجرب على الادلتس مينلي، مش بتتجرب على كاتيجوري البيدياتريكس دي، فعشان كده ابتدت ال FDA قالت احنا هندي exclusivity للpatency، يعني المفروض ان البيتنسي 20 سنة، هنزود على 20 سنة 6 شهور لو تم تجربة الدواء ده على البيدياتريك patients. يعني هي ادت exclusivity extra 6 months لو الدواء تم تجربته على البيدياتريك كاتيجوري، بناء على طلب من ال FDA، مش مثلا الشركة تعمل تجربة لوحدها كده من نفسها، لا لازم تطلب طلب من الاف دي ان هي هتعمل تجربه للدراج دوت على البيدياتريك كاتيجوري عشان تحصل على الست شهور الاضافيه على البيتنسي بتاعتها. تمام. كمان قالت ان لازم يتعمل داتا بانك خاص بالكلينيكال ترايلز كلها اللي اتعملت في امريكا. الداتا بانك دي طبعا هي clinicaltrials.gov، وقالت ان اي ريسيرشر بيشتغل على بحث وحتى لو البحث ده لسه مخلصش يقدم ابستراكت على الداتا بانك دي وبالبروتوكول بتاعه. يعني هي طلبت من انفستيجيتور ان هو يحط الابستراكت بتاع الكلينيكال ستادي بتاعته دي وكذلك البروتوكول بتاعه يرفعه على السايت ده، بحيث حتى الحاجات اللي لسه ناشئه تبقى متواجده على السايت. وهو كمان اللي عمل ريسيرش للبدوفة في سنة 2002. احنا قلنا ان البدوفة بيتجدد كل 5 سنين، بدأ سنة 1992، اللي عمل له ريأوثرايزيشن سنة 2002 هو الفيدما اكت اللي هو الـ FDA Modernization Act. تمام. يبقى اهتم بالبيدياتريك دراجز، اهتم بتبسيط البحث العلمي بشكل عام، عمل ستريم لاينز للكلينيكال ريسيرش اون دراجز اند ديفايسز، هو اللي قال لازم يبقى فيه داتا بانك للكلينيكال ترايلز، الداتا بانك دي اللي هي clinicaltrials.gov، حتى لو لسه ريسيرش شغال على الريسيرش بتاعه يرفع على الداتا بانك ده الابستراكت والبروتوكول الخاص بالستادي بتاعته، وهو اللي عمل ريأوثرايزيشن للبدوفة سنة 2002. الاكت اللي بعده هو الاف دي اي امندمنت اكت او اف دي اي، تلات ايهات ورا بعض، فرق ما بينه وما بين الاف دي اي الايهين ورا بعض، اللي هو قانون رقم 10 الاف دي اي ان ادمنستريشن اكت غير الاف دي اي امندمنت اكت. ده قال ايه؟ قال هو اللي اعترف بالرمس، الرمس دي اللي بتاكد من السيف يوز اوف ميديكيشنز، خاصه الميديكيشن الخطيره. هجمع لكم تجميعه خاصه بالادويه اللي داخله في الرمس لانه ممكن يسالك عنها، زائد ان قال ان هيتم وضع ريكويرمنتس خاصه بالادويه اللي هتتحط على clinicaltrials.gov. مش كل الاستاديز اللي على الادويه هتتحط على clinicaltrials.gov، هيختار استاديز معينه certain clinical trials هي اللي هتتحط على الادويه، بحيث ان لو استادي مثلا مش ما اثبتتش مثلا اي نتيجه valuable خاصه بالدروج فيشيلوها من على الداتابيز، يبقى هينتقي الكلينيكال ترايلز اللي هتتحط على clinicaltrials.gov علشان تكون كلها مفيده وتفيد اللي هيدخل على الداتا بيز فعلا. زائد ان هي عملت ري اوثرايزيشن لتو اكتس مهمين، البيست فارماسيوتيكال فور تشيلدرن اكت والبيدياتريك ريسيرش ايكويتي اكت.
ايه الكلام الكبير ده؟ اولا بالنسبه للاكت بتاعه الاطفال، اول اكت قلنا عليه اللي هو الاكسكلوسيفيتي بروفيجن فور بيدياتريك دراجز، اللي هو كان في القانون رقم 13 زي اف دي اي مودرنايزيشن اكت. دي حاجه اتعملت للشركات اللي هي ايه، احنا بنتودد للشركه وبنقول لها هتاخدي 6 شهور اضافيه لو عملتي الدواء دوت، درستيه على البيدياتريك بيشنتس والاف دي اي طلبت منك ده وانت نفذتيه فعلا هنديكي 6 شهور. انما القانونين دول لا، الموضوع ما بقاش فولانتري، بقى اجباري. ان الاف دي اي لما تطلب منك تعملي كلينيكال ترايل على التشيلدرن لازم تعمليها. يبقى القانونين دول مش فولانتري انما مانديشن، خلاص بقى اصبح اجباري. يبقى البيست فارماسيوتيكالز فور تشيلدرن اكت اند ذا بيدياتريك ريسيرش ايكويتي اكت، هي دي لما الاف دي اي تقول للشركه اعملي استادي على الاطفال لازم الشركه تنفذها علشان يتوافق على الدواء دوت من الاف دي اي. تمام. زائد ان هي عملت ري اوثرايزيشن للبدوفه سنه 2012. يبقى اللي عمل ري اوثرايزيشن للبدوفه سنه 2002 هو المودرنايزيشن اكت، انما اللي عملها في 2012 كان الاف دي اي 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 اكت. تمام. القانون اللي بعده قانون 15، ذا فاميلي سموكينج بريفنشن اند توباكو اكت، اهتم بالتوباكو برودكتس بشكل عام، من اسمه سهل جدا. القانون اللي بعده هو قانون رقم 16 اللي هو البي بي سي اي اكت، ده خاص بالبيولوجيك برايس كومبيتيشن اند انوفيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم يتعمل ريجولاتوري باس واي خاص بالموافقه على النيو بيولوجيك، زي النيو دراجز بالظبط. النيو بيولوجيك ليه ابروفال باس واي هيمشي فيه، زائد ان لو طلع كمان جينيريك على البراند بيولوجيك اللي هو اسمه بايو سيميلر لازم برضو يكون له ريجوليشنز محدده. البيتنسي بتاعه البراند بتاعه البيولوجيك زي ما قلنا في اول الشرح ان هو 12 سنه مش 20 سنه، يبقى البيريود دي هو اللي حددها القانون ده برضو. زائد ان هي حلت المشاكل اللي بتنشأ ما بين شركات المصنعة للبراند والشركات المصنعة للجينيريك، لان دايما بيكون في مشكلة ما بين الشركتين دول بالتحديد، اللي بيصنع البراند واللي بيصنع الجينيريك. ليه؟ لان هما في منافسة دائمة. فعشان كده حتى تلاقي كلمة competition في اسم الاكت نفسه، the biologic price competition and innovation. المنافسة سرها ان البراند دايما بيكون غالي والجينيريك بيكون ارخص، فبيحصل منافسات ما بين الجينيركس والبراندز. هي اللي حطت الريجوليشنز للاصلاح ما بين الشركات دي، ووضع ريجوليشنز خاصه بحق ده وحق ده وهكذا. تمام. كمان هي اللي مررت الاكت بتاع البيشنت بروتكشن اند افوردبل كير اكت، ده هناخده كمان شويه. ده خاص يعني الاكت ده ليه فيجن كبيره جدا اللي هي ايه، ان هم عايزين يحققوا اعلى رعايه صحيه باقل ثمن ممكن يدفعه المريض. يعني المريض يحصل على خدمه عمره ما شافها قبل كده، تكون حاجه يعني اكسلنت، زائد ان هو ما يدفعش فلوس كتير. دي البيج فيجن بتاعه البيشنت بروتكشن اند افوردبل كير اكت، هم اللي حطوا النوايا بتاعه الاكت ده. والاكت ده هناخده كمان شويه، مهم جدا جدا. عملت كمان الابروفال باس واي بتاعه البايوسيميلرز، هي اللي قالت ان البايوسيميلرز هتاخد البراند هياخد 12 سنه في السوق، بعد كده الجينيريك يبتدي ينزل. حلت المشاكل ما بين البراند بايوسيميلر والمانيفاكتشرر، البراند مانيفاكتشرر والبايوسيميلر مانيفاكتشرر، علشان المشاكل ما بينهم لازم يكون ليها بروسيجر معينه لحلها، هي اللي وضعتها. تمام. قانون رقم 17 ذا فيزيشن بيمنت سانشاين اكت، دي ظبطت البيمنتس الخاصه بالفيزيشنز. يعني مش كل فيزيشن هيحدد فيزيته خاصه بيه كده في مع نفسه، لا، المفروض يكون في قوانين تحكم البيمنتس للفيزيشن دي، والتيتشنج هوسبيتالز برضو اللي هي المستشفيات اللي تابعه للجامعات برضو البيمنتس بتاعتها بتحددها، بتحدد عن طريق القانون ده. يعني فيزيشن بيمنت سانشاين اكت اهم القوانين في اللي فات ده كله، عشان ندخل في القانون الطويل شويه اللي هو 18 ده. اهم القوانين قانون اللي هو بتاع الاورفان دراج اكت مهم جدا، الكيفافور هاريس والدرهام هامفري مهمين، الهاتش واكسمان مهم، كذلك البدوفه والمودرنايزيشن اكت والاف دي اي 3 ايهات، الباقي عادي مش بالاهميه زي اللي انا قلت لكم عليهم دول. نيجي بقى القانون 18. القانون سهل جدا وتفاصيله سهلة كمان ومفهومة. أولا اسم القانون The Patient Protection and Affordable Care Act، اتعمل سنة 2010. مين عمل الأكت ده؟ CMS Innovation Center. CMS اللي هي Center for Medical and Medicare، أخدناه في الشابتر الريجيلاتري في أوله. السنتر دوت اتفق ان هو عايز يحقق جول كبير، اللي هو احنا عايزين نوصل للمريض أعلى خدمة وأعلى كير بأقل سعر ممكن. يبقى ده البيج فيجن بتاعتهم. عملوا ايه لده؟
وضعوا القانون دوت. القانون ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا عايزين نقدم نوفل كير ديليفري، يعني كير عمر ما العيان ما شافها، باقل سعر ممكن، في بيمنت مودلز تكون سهله على العيان ان هو يستحملها. من اسم الاكت نفسه افوردبل كير اكت، هنقدم له خدمه تكون هو يقدر يتحمل تكلفتها، زائد ان هي كمان تكون اعلى خدمه ممكنه هو شافها في حياته. عملوا تعاقدات مع المستشفيات يعني على مستوى الاورجانيزيشنز. يبقى التعاقد حاصل ما بين مين؟ ما بين السي ام اس نفسها وما بين الهيلث كير اورجانيزيشن. كمان عملوا تعاقدات مع الميديكال بروفايدرز، يعني تعاقد ما بين السي ام اس والهيلث كير اورجانيزيشن، وتعاقد تاني ما بين السي ام اس والميديكال بروفايدرز اللي هم الفيزيشن نفسهم. التعاقد اللي مع الفيزيشن نفسهم بيكون تابع للاكاونتبل كير اورجانيزيشن، اما التعاقد اللي ما بين السي ام اس والهيلث كير اورجانيزيشن بيكون تابع للاي سي اي اللي هو الاكاونتبل كير اكت. تمام، يبقى لازم تفرق ما بين دي ودي، لان ده سؤال امتحان كان بيسال على الكونتراكت او التعاقد ما بين الميديكير والميديكيد اللي هو السي ام اس اند الميديكال بروفايدر، الاجابه بتاعتك اي سي او. اما لو قال لك تعاقد ما بين السي ام اس والهيلث كير اورجانيزيشن هتبقى الاجابه اي سي اي. تمام. تالت حاجة مهمة في القانون ده الكومبريهنسيف برايمري كير، ودي استادي بيشوفوا فيها اخبار ونتائج المشروع اللي هم عملوه ده والفيجن بتاعتهم، هل بتتحقق ولا لأ، هل بنحصل على بيتر اوتكمز ات ريديوسد كوست ولا لأ. رابع حاجة كوميونيتي بيزد كير ترانزيشن بروجرام، وده بروجرام اتعمل علشان يقلل البريفنتابل ايرورز يعني الميديكيشن ايرورز في الهوسبيتالز، وبيمنع كمان الري ادمشن تاني خاصه في الهاي ريسك بيشنتس، يعني مثلا عيان داخل بانجينا او بميكاردال انفاركشن او داخل بستروك، هم مش عايزينه يرجع تاني المستشفى علشان هو نتيجه لسوء الكير اللي هو اخدها، هم عايزين اعلى كير تمنع الري ادمشن تاني بنفس المشكله تاني، لان معنى ان في هاي ري ادمشن ريت معنى كده ان العيان ده مش بياخد الكير اللي هو يستحقها. تمام، يبقى CCTB دي بتهتم بالري ادميشن ريتس خاصه بالهاي ريسك بيشنتس، مش عايزه اي ايرورز تحصل خاصه البريفنتابل ايرورز اللي هي الميديكيشن ايرورز في الهوسبيتالز، وعايزه الري ادميشن ريتس تقل جدا. اخر حاجه في القانون ده الاندبندنس ات هوم ديمونستريشن بروجرام، ده بروجرام بيهتم بالمرضى اللي ما بيقدروش يتحركوا من بيتهم، كبار السن، اي حد مقعد في البيت محتاج الخدمه بتاعته تتقدم له في البيت. هم اهتموا ان هم يكونوا فريق متعدد التخصصات، دكتور وصيدلي وممرضه، كل حاجه يبقى كل التخصصات موجوده كامله تتقدم الرعايه منزليه داخل البيت. يبقى الاندبندنس ات هوم ديمنستريشن بروجرام اهتم بالمرضى المقعدين في المنزل، السي سي تي بي اهتم بالري ادمشن ريتس، السي بي سي الكومبريهنسيف برايمري كير اهتم بالاوتكمز اللي ناتجه عن القانون دوت، هل فعلا اتحقق بيتر اوتكمز اد ريديوسد كوست ولا لا. الاكاونتبل كير اورجانيزيشن اهتمت بالميديكال بروفايدرز، عملت كونتراكت ما بين الميديكال بروفايدر وما بين الميديكير والميديكيد، اما الاي سي اي او الاكاونتبل كير اكت نفسه اهتم بان هو يعمل كونتراكت ما بين السي ام اس اللي هي الميديكير والميديكيد اند الهيلث كير اورجانيزيشنز. كده خلصنا الاكت 18. الاكت اللي بعده ذا سيف اند سكيور دراج ديسبوزال اكت، اتعمل سنه 2010 برضو، مش مهم السنين، اهم واحد في السنه هو البيدوفه زي ما قلت لكم. القانون ده بيهتم بايه؟ اولا مريض مشي مثلا على الاوبيويدز فتره معينه 6 شهور مثلا، اخر 6 شهور هو مش محتاج ان هو ياخد اوبيويدز تاني، بس معاه كميه، معاه الكميه دي هيتخلص منها ازاي؟ هو ده القانون اتعمل عشان المريض ده، المفروض ان هو يتخلص بشكل سلمي وامن من الكنترولد سابستنس اللي معاه دي، اسمها unused controlled substance، يعني هو ما استخدمهاش او نتيجه مثلا ان هو اتحسن قبل ما الكميه اللي معاه تخلص، ايا كان السبب ايه، او الدكتور وقف له الاوبيويدز وبدا حاجه تانية، فايا كان السبب ايه، المهم ان هو دلوقتي معاه ادويه في البيت وعايز يتخلص منها، القانون ده هيساعده ان هو يتخلص منها. يتم التخلص من المواد دي عن طريق حاجه من ثلاثه وكلها فولانتري، يا اما المريض بيروح بنفسه للديسبوزال ارياز المطلوب يودي فيها الادويه بتاعته دي عن طريق تيك باك ايفن، بيرجع بنفسه الادويه، يا اما الميل باك ايفن بيبعت لهم ايميل وهم يجوا ياخدوا الحاجه، يا اما الكولكشن ريسبتكلز دي طبعا بشكل دوري بتمر على المرضى اللي بياخدوا الاوبيويدز وبتشوف هل فعلا هم خلصوا ولا لا، ودي بتبقى بتعتبر حاجه باسيف، يعني مش المريض اللي هو بيروح بنفسه وبيبلغ عن اللي معاه. تمام،
القانون اللي بعده الاوباما اكت. الاوباما اكت طبعا قانون مهم جدا، اهتم جدا بالشورتج اوف دراجز، يعني مش عايز دواء مهم في الدوله ينقص فجاه. فعملوا ايه للقصه دي؟ قال ان اي شركه هتقرر ان هي توقف تصنيع دواء لازم تبلغ بالسبب اللي هتوقف تصنيع الدواء علشانه قبلها بفتره، ووضعت قوانين تنظم القصه دي كلها. يعني لازم تعمل ريبورت، يعني المانيفاكتشرز نفسهم يعملوا ريبورتنج لاي وقف تصنيع دواء، زائد كمان هي تعمل ريبورت لو هي شايفه ان الدواء هيحصل فيه شورتج لاي سبب من الاسباب داخل الشركه، فبتبلغ بيها. زائد ان القانون ده كمان حذر اي شركه هتقوم بافتعال عجوزات مفتعله اللي هي اسمها ستوك بيلينج، يعني هتقوم بافتعال عجوزات وتمنع الدواء عن السوق، على طول بتتواصل مع وزاره العدل اللي هي الدج، شرحناها في اول المحاضره، وبيبتدي ياخدوا الاجراءات مع الشركه دي وبيدخلوا السجن. يبقى اي ستوك بيلينج يعني افتعال عجوزات او منع الدواء عن نزوله السوق، على طول بيتم الكوميونيكيشن مع وزاره العدل وبياخدوا اجراءاتهم وبيدخلوا اللي بيعمل كده السجن. ده ملخص الاوباما اكت، اهتم بتصنيع الدواء، منع الشورتجز دي اللي بتيجي اصلا، ان هو بيمنع شورتجز الادويه، يعني هي بتيجي بالبساطه دي كده، مش بيسال عن تفاصيل كتير. نقطه الستوك بيلينج برده ممكن تيجي. القانون اللي بعده قانون 21 ذا اف دي اي سيفتي اند انوفيشن اكت، ده اللي هيعمل ري اوثرايزيشن للبدوفه، عملها في سنه 2017، ممكن يسالك عنها. يبقى اللي عمل ري اوثرايزيشن للبدوفه سنه 2012 كان مين؟ اخدناه من شويه، كان الاف دي اي 3 ايهات، واللي عمل لها ري اوثرايزيشن سنه 2002 كان الـ FDA Modernization Act اللي هيعمل لها في 2017 هو الـ FDA Safety and Innovation Act. أي شركة هتوقف تصنيع دواء لازم تبلغ قبلها بست شهور. ده ملخص الـ FDA Safety and Innovation Act اللي هو الأكت رقم 21. قال لك إن أي عجوزات تحصل أو أي شركة هتوقف تصنيع دواء لأي سبب من الأسباب، الشركة فلست، أي حاجة، يعني حتى لو هم مثلا مش عايزين يصنعوا الدواء ده وهيبتدوا تصنيع دواء جديد، لازم يبلغوا قبليها بست شهور علشان الدولة تلحق تاخد احتياطاتها وما يبقاش الموضوع مفاجئ بالنسبة لها. قانون 22 زي FDA Quality and Security Act، ده قانون اهتم يعني في شركات مثلا بتستعين بأوتسورسينج فاسيليتي، يعني تستعين بشركة من الخارج تورد لها شيء معين هم محتاجينه. اي استعانة بشركات من الخارج لازم يتعمل بيها ريبورتنج للاف دي اي، تقول لي انت استعنت بالشركة اللي من الخارج دي علشان تحصل منها على ايه، وبتحط ريجوليشن لده، مش الموضوع ما بيمشيش كده بمزاج الشركة وخلاص. زائد ان كمان بتقدم ريبورتات للاف دي اي بشكل نصف سنوي، يعني كل ست شهور بتقدم لها ريبورتس هي اخدت ايه من الاوتسورسنج فاسيليتي دي علشان تحقق بيه ايه، وهكذا. الريبورت بيكون مفصل، ده بيكون تحت نيو سكشن في الاف دي اي اند سي اكت اسمه 503 بي. يبقى قصه ان تقولي لي ريبورت بالاوتسورسنج فاسيليتي انت جبتي منها ايه وعلشان ايه وعملتي بيها ايه، الكلام ده كله بيندرج تحت السكشن بتاع 503 بي تحت الاكت الاف دي اي اف دي اند سي اكت اللي هو الفود اند دراج اند كوزماتيك اكت. زائد كمان ضافت نيو سكشن اللي هو 582 مختلف عن 503 بي، ده قال ان احنا ممكن نتابع الموضوع ده عن طريق ان احنا نتتبع بغض النظر عن الريبورتات الفولانتري اللي الشركه بتجيبها للاف دي اي، لا احنا كمان هنتتبع، يعني تراك اند تريس، هنتتبع التفاعلات او الكوميونيكيشن مع الاوتسورسنج فاسيليتي دي، وبنشوف بنفسنا الشركات بتحصل من بره او من خارج الدوله على ايه، وبيتم ازاي، وبيحصلوا من حاجات من بره علشان ايه، وممكن نصنعها داخليا ولا لا، وهكذا. يبقى الاكت ده اهتم بالقصه دي كلها وبالاوتسورسنج فاسيليتيز. القانون اللي بعده طويل شويه، قانون 23 الميديكير اكسس اند شيب ري اوثرايزيشن اكت او المكرا اكت، اتعمل سنه 2015، اهتم جدا بتقليل الفلوس اللي بتدفع عشان الحصول على الخدمه الصحيه، يعني برضو نفس البيج فيجن بتاعه الاكاونتبل كير اكت، ده برضو بنفس الفيجن دي، قال ان المفروض يحصل المريض على اعلى خدمه باقل فلوس ممكنه، علشان هم لاحظوا ان الرعايه الصحيه بتاخد جزء كبير جدا من ميزانيه الدوله، فهم عايزين يقللوا الفلوس دي. القانون ده عمل نقله كبيره جدا ما بين
two concepts، ان انت بتدفع عشان تحصل على الخدمة عشان هي مش موجودة فانت بتدفع علشان تحصل عليها، او ان انت بتدفع علشان تحصل على اعلى performance واعلى value. يعني مثلا لو الخدمة موجودة هنا وهنا 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 انت هتدفع عشان تحصل على اعلى performance، لكن لو هي مش موجودة في مكان واحد فانت هتدفع عشان تحصل على السيرفيس نفسها. فهم انتقلوا ما بين من الفي فور سيرفيس الى pay for performance and pay for value. انت بتدفع عشان تحصل على ال performance وال value. يندرج تحتيها اربع عناوين اساسيه. اول عنوان establishes the alternative payment model for physician، ساهمت في المشاريع الاتيه: ال patient centered medical homes وال accountable care organizations وال medicare shared saving program. ساهمت ماديا في المشاريع دي عشان هي شافت ان المشاريع دي بتخدم ال vision بتاعتها، وهي ان هي تقلل الفلوس اللي بتدفع للحصول على الخدمات الصحيه. لاحظت ان الاكاونتبل كير اورجانيزيشن والميديكير شيرد سيفنج بروجرام والبيشنت سنترد ميديكال هومز، الثلاث مشاريع دول بيساعدوا على الفيجن دي فهي ساهمت ماديا فيهم. تاني عنوان عملت استابليشمنت للميريت بيزد انسنتيف بايمنت سيستم او المابس. السيستم ده بيهتم ان هو يوضع حوافز تشجيعيه يعني incentives علشان يحسن من الكواليتي ومن الكلينيكال براكتس امبروفمنت اكتيفيتيز، وعايز يحسن من المينينجفول يوز اوف انفورميشن. الاتش اي ار دي هناخدها كمان شويه، ان هو عايز يبقى فيه استخدام له معنى للمعلومات، هناخده دلوقتي بالتفصيل. تالت عنوان اهتمت بيه هو sunset 3 existing value based payment adjustment. ايه الكلام الكبير ده؟ هي اهتمت بثلاث حاجات اساسيه في الجزئيه دي: الاي اتش ار انسنتيف بروجرام، والفيزيشن كواليتي ريبورتنج سيستم، والفاليو بيزد بايمنت موديفايرز اند كومباينز ذم انتو ذا مابس. ايه برضو الكلام ده؟ اهتمت بثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه فيهم الاي اتش ار اللي هي الالكترونيك هيلث ريكوردز، هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه. الالكترونيك هيلث ريكوردز دي ان هي عايزه تطور الالكترونيك انفورميشن الخاصه بالمرضى، يبقى كل حاجه كمبيوترايزد، وبتدي كمان incentives علشان تخلي كل حاجه كومبيوترايزد في المستشفيات. وده طبعا هيعلي من كفاءه المستشفى ويعلي من الخدمه المقدمه للمرضى داخل المستشفى. زائد كمان عملت سيستم خاص باداء الاطباء. السيستم ده يعني هو ريبورتنج سيستم، اسمه physician quality reporting system. السيستم ده بيعرفك اداء الطبيب ده احسن ولا الطبيب ده ولا الطبيب ده، فانت تقدر تختار الطبيب اللي انت شايفه فعلا الكواليتي بتاعته عاليه على السيستم. تمام. تالت حاجة اهتمت بيها الـ value based payment modifier، يعني انت اللي هتدفعه هتلاقيه، يعني الخدمة اللي انت هتلاقيها بالمبلغ اللي انت دفعته هتلاقي اعلى خدمة باقل مبلغ ممكن انت تدفعه. يعني هي الـ vision الاساسية كمان بتاعت القانون. فدي التلات حاجات الاساسية اللي اهتم بيها الـ sunset 3 existing value based payment adjustment. تمام. اول حاجه الالكترونيك هيلث ريكوردز اللي هي اهم حاجه، ان احنا نطور الالكترونيك انفورميشن وكل حاجه تكون كمبيوترايزد في المستشفى، الفيزيشن كواليتي ريبورتنج سيستم، والفاليو بيزد بايمنت. اخر حاجه في القانون ده الري اوثورايزيشن بتاع الستيت تشيلدرن هيلث انشورنس بروجرام ثرو فيشيال يير 2017، ودي اهتمت في الاساس باداء الفيزيشنز وان هي تلاقي طرق جديده للدفع، يعني alternative payment models، وبتقلل الادمنستريتيف بيردن، يعني بتقلل العبء التجاري على المرضى، يعني ما يتحولش المهنه لمهنه تجاريه ان الفيزيشن عايز ياخد فلوس فلوس على طول من المرضى وخلاص. لا، المفروض ان نعتمد على كواليتي الفيزيشن في تحديد الفيز اللي هياخدها الفيزيشن، وعلشان نقدم احسن خدمه باقل فلوس ممكنه. كده خلصنا القانون ال 23. يبقى هو اهتم باربع مشاريع اساسيه: الالتيرناتيف بايمنت موديل فور فيزيشنز اللي قلنا فيها ان هي ساهمت ماديا في الثلاث مشاريع المهمه دول. تاني حاجه المابس، والمابس دي اللي اهتمت بوضع حوافز تشجيعيه علشان نحسن من الكلينيكال براكتس امبروفمنت اكتيفيتيز والمينينجفول يوز اوف انفورميشن. السانست 3 اكزيستنج فاليو بيزد بايمنت ادجستمنت اهتمت بثلاث مشاريع اساسيه: الالكترونيك هيلث ريكوردز والفيزيشن كواليتي ريبورتنج سيستم والفاليو بيزد بايمنت. اخر مشروع ان هي عملت ري اوثورايزيشن للستيت تشيلدرن هيلث انشورنس بروجرام سنه 2017، ودي اهتمت بتحسين اداء الاطباء وان الموضوع ما يتحولش لموضوع تجاري، ووجدت طرق اضافيه او alternative payment models للمرضى يدفعوا من خلالها، وعلشان ما يتحولش الموضوع لشيء تجاري بحت.
كده خلصنا الاكت 23، الاكت 24 الـ Introduction of the Pharmacy and Medically Under Served Areas Enhancement Act، والاكت ده اخدناه ان احنا بنطور الاماكن المحرومه من الرعايه الصحيه، بنبتدي نطورها ونهتم بيها. القانون اللي بعده قانون 25 اللي هو الار اكت او ذا امريكان ريكفري اند ري انفستمنت اكت، والاكت ده تحته قانون متفرع منه وهو الهاي تك اكت اللي هو الهيلث انفورميشن تكنولوجي فور ايكونوميك اند هيلث اند كلينيكال هيلث. ده همه ايه؟ همه ان هو يطور كواليتي الهيلث كير من خلال ادخال التكنولوجيا في الهيلث كير اورجانيزيشنز. يعني مهمته ان هو اسمه من اسمه هاي تك، يعني هو عايز يدخل التكنولوجيا جوه المستشفيات علشان يحسن الهيلث كير كواليتي اللي بتتقدم للمرضى، زائد ان هو يحسن السيفتي ويحسن الافشنسي. وابتدوا كمان يعملوا بروموشن للهيلث انفورميشن تكنولوجي دي، بحيث ان المستشفى اللي بتطبق النظام ده تبقى مميزه عن المستشفيات التانية، بحيث ان كل المستشفيات مستقبلا يكون فيها التكنولوجي دي. تمام، يبقى اولا هم بيتبنوا البروموشن بتاع الهيلث انفورميشن تكنولوجي، زائد ان هم اللي دخلوا التكنولوجي داخل المستشفيات عشان يحسن الكواليتي والسيفتي والافشنسي. تمام، طبعا كل ده تحت مظلة وزارة الصحة، وهي اللي بتدعم الكلام ده كله، هي اللي بتعمله authorization. بيشمل حاجتين الهاي تك اكت دوت، بيشمل حاجتين اساسيتين الاي اتش ار والاتش اي اي. الاختصارات دي مهمة، لازم تبقى عارف كمان معناها ايه. الاي اتش ار اللي هي الالكترونيك هيلث ريكوردز، يعني ازاي الهيلث كير بروفايدرز يدخلوا ويعملوا انتري للداتا على الداتا بيز بتاعه المستشفى، يعني يبقى في الكترونيك هيلث ريكوردز خاصه بكل عيان، زائد الهيلث انفورميشن اكستشينج. لو مثلا الدكتور بتاع المريض دوت بيسلم الحاله لدكتور بعده، لازم يبقى الهيلث انفورميشن اكستشينج يتم بطريقه سكيور وسيف. تمام، وده كله بيكون بناء على ستاندردز محدده. اللي بيحدد الستاندرد دي هي الاونس، اللي هي الاو ان سي او الناشونال كوردينيتور فور هيلث انفورميشن تكنولوجي. دي لجنه تم وضعها علشان تحط الستاندردز اللي على اساسها هيتم بيها الانفورميشن اكستشينج والالكترونيك هيلث ريكوردز اللي هم الاي اتش ار والاتش اي اي. يبقى اللجنه اللي هتضع الستاندردز اللي هتحدد ازاي يتم ادخال الداتا وازاي يتم الاكستشينج بتاع الداتا هي لجنة الأنس اللي هي National Coordinator for Health Information Technology. تمام، النقطة اللي بعديها The Standards and the Certification Criteria Final Rule. ده رول تم وضعه علشان يزود خمس حاجات أساسية. أول حاجة الـ Interoperability، العمل المشترك ما بين الأطباء والصيادلة والنيرسز وهكذا. لازم يكون في Interoperability، يعني عمل مشترك. كمان هتطور الفانكشناليتي واليوتيليتي، الخدمات يعني الوظائف والخدمات داخل المستشفى. هيتم كل ده هيبقى كمبيوتر بيزد، زائد ان هم هيعلوا من مستوى الحمايه، وهيسعوا ان ما يحصلش اي بريكج للهيبه رول او الهيبه اوثورايزيشن اللي بتحمي حقوق المرضى اللي هم بيدخلوا في الكلينيكال ترايلز. وكمان هتسبورت المينينجفول يوز. يعني ايه لما نقول مينينجفول يوز؟ دي اكبر مثال عليها الاي بريسكريبشن، يعني البريسكريبشن يتم كتابتها على الكمبيوتر. ده معنى كلمه المينينجفول يوز، لازم تستخدم المعلومات بشكل يكون له معنى. يعني مثلا دكتور كتب بريسكريبشن الفلانيه، تدخل على الداتابيز عشان نعرف مثلا الدكتور ده بيكتب الدواء ده بشكل مبالغ فيه، مثلا بتكتبه ليه بشكل مبالغ فيه. بيبتدوا يكتشفوا بقى مشاكل بتحصل اثناء البريسكريبشن دي. كمان ان هما بيقللوا الايرورز، يعني مثلا الصيدلي ممكن يقرا حاجه لو مكتوبه بخط الطبيب بخط سيء يقراها غلط، فهم بيقللوا الايرورز بالاي بريسكريبشن والمينينجفول يوز اوف انفورميشن. ما ينفعش نستخدم الانفورميشن بتاعه العيان بشكل هاب هازارد كده، لا لازم يبقى فيه مينينجفول يوز، واكبر مثال عليها هو الاي بريسكريبشن. تمام، الاتش اي اي اس طبعا لسه قايلين عليها دلوقتي، الاكستشينج بتاع الانفورميشن او طريقه تبادل المعلومات ما بين الفيزيشنز بيتم عن طريق حاجه من ثلاثه، يا اما الدايركت اكستشينج، يا اما الكويري بيزد اكستشينج، يا اما الكونسيومر ميديتد اكستشينج. دايركت اكستشينج يعني فيزيشن بيسلم الحاله لفيزيشن تاني عن طريق الداتا بيز بتاعه المستشفى وبتكون سكيور تماما. الكويري بيزد اكستشينج، فيزيشن عايز يستلم عايز يعرف معلومات عن حاله معينه، فلازم يقدم طلب، يعني كويري طلب قبل ما يحصل على البيانات دي. دي حاجه برضو ما بين الهيلث كير بروفايدرز. انما الكونسيومر ميديتد اكستشينج دي بقى المريض هو اللي بيحدد مين من حقه يحصل على بياناته ومين لا.
يعني consumer mediated، هو اللي بيحدد. يبقى ثلاث طرق بيتم فيها تبادل المعلومات داخل المستشفى: دايركت اكستشينج من فيزيشن لفيزيشن سيستم ما بين الدكاتره بيكون سكيور، كويري بيزد لا البروفايدر بيقدم طلب ان هو عايز معلومات عن المريض ده، ثالث حاجه الكونسيومر ميديتد، المريض هو اللي بيحدد مين من حقه يحصل على بياناته ومين لا. تمام. العنوان الرابع هيلث انفورميشن اورجانيزيشن، وده موديل تم وضعه عشان يعرفنا ازاي نعمل تبادل للمعلومات، وطبعا اللي نظمته هي السي ام اس، هي المسؤوله عن الموديل ده. والموديل ده ليه اسم تاني، الاتش اي او ده اول اسم اللي هو الهيلث انفورميشن اورجانيزيشن، زائد الاسم التاني اللي هو الريجنال هيلث انفورميشن اورجانيزيشن. تمام. يبقى هو ليه اسمين، والسي ام اس وضعته تحديدا علشان تعرفنا ازاي بيتم تبادل المعلومات ما بين الهيلث كير بروفيشنالز وما بين برضو اهل المريض وهكذا، كل اي معلومات طبيه بيتم تبادلها ازاي هتلاقيها تحت الاورجانيزيشن دي. المينينفول يوز زي ما قلنا اكبر مثال عليها هو الاي بريسكريبشن، يعني الروشتات الالكترونيه. ابتدت السي ام اس قالت احنا عايزين نشجع المستشفيات اللي فيها اي بريسكريبشن ان هي تكون مميزه عن المستشفيات التانيه، عملت لهم فاينانشال انسنتيفز يعني ادتهم حوافز بتشجعهم ان المستشفى اللي هتشجع الاي بريسكريبشن هنديها حوافز ماديه، زائد كمان قالت للميديكير اكتبي المستشفيات اللي تستخدم الاي بريسكريبشن دي في زي ايه لوحه البطولات، يعني مثلا كميديكير ادفانتج اورجانيزيشنز الميديكير هتحطهم في كادفانتج اورجانيزيشن، يعني كاورجانيزيشنز مميزه بتقدم المينينجفول يوز والاي بريسكريبشن داخلها، وبيتم استخدام المعلومات الطبيه فيها بشكل توتالي كمبيوترايزد، فلازم طبعا يكونوا مميزين عن غيرهم من المستشفيات اللي مش بتطبق الاي بريسكريبشن والمينينجفول يوز. المينينجفول يوز المفروض ان هو يعني تارجت كبير بيتم تحقيقه على مدار سنين. اول فيز بتاعته او اول ستيج بتاعته كان الهدف منها الداتا كابتشر، اهم حاجه يجمعوا الداتا ويظبطوا الشيرنج ازاي ما بين الهيلث كير بروفايدرز، ازاي هيشيروا الداتا وازاي هيحصل تبادل للبيانات. تاني فيز فيها كانت اهم حاجه ان هي تظبط الكلينيكال براكتس داخل المستشفى، يعني ممكن بقى يبتدوا يظبطوا تبقى الجايد لاينز مثلا كمبيوترايزد في المستشفى، يوحدوا المعلومات في المستشفى، يبتدوا يحطوا الشيء اللي ينفع يتحط له ستاندردز داخل المستشفى يحطوه له، البروتوكولات وهكذا، يبقى هدفه ان هو يحسن الكلينيكال براكتس، وده الهدف ده يعتبر انتهى لحد 2017. الهدف بقى الجديد بتاع 2018 ان هو يشوفوا الاوتكمز بتاع المينينجفول يوز ده اثر ازاي على كفاءه المستشفيات وعلى الهيلث كير كواليتي اللي بيقدموها المستشفيات. كده خلصنا ال 25 اكت بتوع شابتر الريجولاتوري.